بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم معنا النهاردة في الدرس الثاني إن شاء الله لتعليم فن الكروشيه. الدرس الأول بدأناه بإن إحنا اتعلمنا إزاي نعمل غرزة البداية، وبعدين الغرز الأساسية الأربعة اللي بعدها، وهم غرزة السلسلة، غرزة الحشو، غرزة نصف العمود، غرزة عمود بلفتين بلفة، وبعد كده مكررات عدد اللفات، فيبقى عندي عمود بلفتين، عمود بثلاث لفات، وهكذا. قبل ما اكمل الفيديو معاكم، لو ما عملتوش لايك نعمل لايك ونكمل مع بعض. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض الدرس بتاعنا النهاردة. درسنا النهاردة عبارة عن تطبيق للدرس الاولاني، ان احنا هنعمل مع بعض جزء فيه تدريب على عمل الاربع غرز الاساسية اللي احنا تعلمناهم، اللي هي غرزة السلسلة والحشو ونصف العمود والعمود بلفة وعمود بلفتين. لكن قبل ندخل في الجزئية دي، انا عايزة اقول لكم على مشكلة حصلت مع صديقة عندي جات تستشيرني في موضوع. ايه هو الموضوع؟ ان هي عملت بلوفر لابنها الصغير. البلوفر ده اشتغلته من جزئين، امام وخلف. اخدت هي الامام اشتغلته وادت الخلف لاختها. طبعا عدد الغرز متساوي ونفس الابرة ونفس الخيط، ومع ذلك لما جت تقفل الامام مع الخلف لقت ان فيهم واحد اقل من التاني، فجت تستشيرني ايه هو السبب. تعالوا نعرف السبب اللي حصل عندها وبقية الاسباب اللي هنشوفها دلوقتي مع بعض، وتخلي ان مساحات الكروشيه تفرق في الطول وفي العرض وانا بشتغلها، وايه هو سبب ان المساحة تبقى كبيرة او صغيرة رغم تساوي عدد الغرز ونوعها. يلا بينا دلوقتي. اول عامل عندي يحدد مساحة شغل الكروشيه اللي انا بشتغله، نمرة واحد، نوع ابرة الكروشيه، من حيث المادة الخام المصنوعة منها وسمك الإبرة. بمعنى ايه؟ بمعنى انا عندي خامات كتيرة بتتصنع منها إبر الكروشيه. في عندي الستانلس، وفيه الألومنيوم، وفيه انواع تانية كتير وخامات تانية كتير. فانا عندي الإبر بتختلف في السمك، هنا اهو هلاقي ان في ابر رفيعه، الهوك ده او سن الكروشيه رفيع، وفي اجمد شويه واجمد شويه وهكذا. ده كل سمك من دول ليه رقم، والرقم بيبقى فيه علاقه عكسيه بينه وبين السمك بتاع الابره. بمعنى ان كل ده ما يقل الرقم هنا يزيد، كل ده ما يزيد الرقم هنا، السمك هنا ايه يقل، داخل كل نوع من الابر. فمثلا انا هشوف هنا مثلا دي نمرة اتنين، ودي نمرة اربعة، ودي نمرة صفر. فانا هلاقي صفر دي اجمد في سمك الابرة عن نمرة اربعة ونمرة اتنين. ما بال بقى لما نشوف اتناشر، اهي يكاد يظهر بسيط جدا سن الابرة، يبقى الرقم لما كبر السن بقى رفيع جدا. النوع ده انا بستخدمه لما اعمل مفارش استخدم فيها خيط قطن سمك مختلف، رفيع متوسط تخين شوية، يبقى ده دايما بنستخدمه للمفارش واستخدامات خيط القطن. النوع التاني الالومنتال، شوف نمرة تلاتة هنا ونمرة تلاتة هنا، هنلاقي ان فرق السن كبير جدا، ده تلاتة وده تلاتة، بس ده ستانلس وده ألومنتال، فالفرق بيبان قوي من خامة لخامة بيفرق. طبعا اللي بيخليني استخدم ده او استخدم ده، قلت ده للمفارش، ده بنستخدمه دايما في عمل الملابس، الجاكيت، ملابس البيبي. في كمان الكبير قوي استخدمه لما اكون انا هعمل شال، يعني دي نمرة اربعة، شايفين اهو دي خامة تالتة من خامات الإبر. يبقى أول سبب أنا هيخليني أخد عندي شغل دقيق أو رفيع أو جامد، هو سبب الرئيسي عندي هو سمك الإبرة، هو سمك الإيه
الإبرة. طيب السبب الثاني اللي بيخلي مساحة الكروشيه عندي تبقى كبيرة أو صغيرة هو سمك الخيط. طبعا أنا عندي خيوط أنواع مختلفة جدا في السمك، في رفيع جدا زي كده، في اللي زي ده أهو تمام، في كمان خيط السلسلة اللي أنا بعمل بيه منه الشنط. يبقى سمك الخيط ده هيديني فروق كبيرة جدا في شغل الكروشيه من حيث المساحة أو الحجم اللي أنا بعمله تمام كده. هنشوف مثال معانا للمفارش اللي معمولة بخيط سمك مختلف. أنا عندي دلوقتي كده هنا مفرشين معمولين من الكروشيه، المفرش ده معمول من خيط الخياطة بتاع المكنة، الفتلة رفيعة جدا تمام. نفس العدد بتاع المفرش ده بتاع الغرز، ونفس الغرز بالظبط معمول هنا بخيط القطن، لكن شايفين الحجم ده عن ده بيفرق ازاي، رغم ان ده لسه ما خلصش بقية النهاية بتاعته. زي هنا احنا يدوب لسه فاضل كمان حوالي 4 سنتي تاني كده في الاطار او في المحيط بتاعه، مخلصش، لكن شايفين الحجم عشان الخيط كبير اداني حجم اكبر. فانا سمك الخيط بيفرق معايا في حجم الشغل او في مساحة الشغل اللي انا بشتغله تمام كده. نمرة 3 عندي من الاسباب اللي بتخلي مساحة الكروشيه تفرق هو نوع الغرزة المستخدمة. وانا عندي هنا مثال بسيط جدا للغرز الكروشيه اللي احنا عملناها مع بعض. دي عينات معمولة بنفس عدد الصفوف، بتتكون من 5 صفوف وبتتكون من 12 غرزة افقية تمام. العينة دي معمولة بعمود لفتين، نفس العدد بس ده عمود بلفة واحدة، نفس العدد بس ده نصف عمود، نفس العدد بس دي غرزة حشو. شايفين فروق واضحة جدا في مساحة كل قطعة، رغم زي ما انا قلت ان العدد هنا 12 غرزة افقي وخمس صفوف رأسي او خمس صفوف عمودي. شايفين الفرق، ده حشو نصف عمود، عمود بلفة، عمود بلفتين. يبقى نوع الغرزة ده مهم جدا لما اكون هعمل اي منتج عشان احدد انا عايزة اعمل انهي نوع هياخد مني خيط قد ايه. طيب نمرة 4، نرجع لحل مشكلة صديقتنا دي، واللي هو السبب اللي كان عندها هي او خاص بيها هي، ان اللي بيفرق في الشغل هو الفروق الشخصية. فروق شخصية يعني اللي هي الفرق في شغل ايد واحد من واحد لواحد. يعني انا واحدة اشتغل ابقى شد الخيط وانا بشتغل طبيعتي كده، واحدة تانية تبقى راخية ايدها وهي بتشتغل، فده لم ده مع ده ما يتقابلوش. يبقى لازم لما انا اشتغل قطعة اشتغلها كلها قطعة واحدة من اولها لاخرها، شخص واحد بس هو اللي اشتغل عليها، ما ينفعش يشتغل فيها اكتر من شخص. يبقى انا عندي 4 اسباب، نوع الابرة، سمك الخيط، نوع الغرزة، الفروق الشخصية، 4 اسباب رئيسية ومهمة جدا جدا لما اجي اعمل اي منتج كروشيه لازم اخدها في الاعتبار علشان يطلع عندي منتج جودته عالية جدا، خاصة لو انا بشتغل بيزنس كروشيه. يبقى احنا كده حلينا المشكلة وقلنا لها السبب الرئيسي اللي حصل عندها، وعلشان ما يتكررش تاني او يتكرر معنا احنا كمبتدئين في الشغل. طيب ايه الجزء الثاني من الفيديو بتاعنا؟ تعالوا نشوفه مع بعض. مشاهدينا وحبايبنا عشاق فن الكروشيه في باقة افكار، لو ما عملتوش لايك للفيديو اعملوا لايك وتعالوا عشان هنكمل الجزء الثاني مع بعض. الجزء الثاني النهاردة وده مهم جدا هو ازاي نقرأ بطرون كروشيه من مجلة او من كتاب او كتالوج خاص بفن الكروشيه او من على الكمبيوتر على النت. طيب يهمني في ان انا اعرف الباترون، يهمني انا كمبتدئة لو شفت باترون اعرف ازاي اقراه واعرف اطبقه طالما انا عرفت الغرز الاساسي. الموضوع مش صعب، يعني في ناس كتير يقول لك لا انا ما اعرفش اشتغل بالباترون، انا عايز اشوف بعيني واشتغل بايدي حد يعلمني. طب ليه؟ ما هو سهل. طب ازاي نبقى سهل؟ نعرف الغرز الاساسية لان هم 4
والباقي كله مشتق من الأربعة دول، توليفة أو تركيب، وأنا هخليكوا تقروه معايا دلوقتي حالا أهو. أول غرزة عندي اللي هي غرزة المنزلقة، بنلاقيها بيعملوها كده رمز دايرة مظللة أو مغلقة كده لونها أسود، ومكتوب اسمها بالإنجليش سليب ستيتش، وبيدوها اختصار SLST. يعني انت ممكن تلاقي الاختصار وممكن تلاقي الرمز ده في الباترون، سواء ده او ده، يبقى انا عرفت كده ان ده يقصدوا بيه الغرزة المنزلقة. طيب نروح بقى لغرزة السلسلة، بنلاقيها عبارة عن دايرة مفرغة واسمها شين، او نلاقي الرمز الاختصار بتاعها اللي هو CH. تمام. طيب التالتة بقى اللي هي السنجل كروشيه اللي هي الحشو، هلاقي رمزها يا اما زائد يا اما اكس او كروس، وبعد كده بلاقي الاختصار بتاعها اس سي، سنجل كروشيه اول حرف هنا واول حرف هنا اس سي. نمرة ثلاثة، في نمرة اربعة اللي هو نصف العمود، هاف دبل كروشيه، الرمز بتاعه تي والاختصار اتش دي سي. تمام. طيب اللي بعدها العمود بلفة، حرف تي وعليه شرطة مايلة واحدة كده، ده معناه لفة واحدة، اسمه دبل كروشيه، الرمز بتاعه دي سي. تمام. طيب اللي بعده العمود بلفتين، حرف تي وعليه شرطتين مايلين، يبقى ده على طول معناه عمود بلفتين، تريبل كروشيه، تي سي. اللي بعده عمود بثلاث لفات، حرف تي عليه ثلاث لفات، دبل تريبل كروشيه، ورم اختصار بتاعه دي تي سي. دي الاختصارات الرئيسية. طبعا كل ما ناخد غرزة مع بعض هنشوف اسمها والاختصار بتاعها والرمز علشان نعرف نقراها في الباترون. يعني مثلا لو انا لقيت ان انا عندي سلسلة كده اهي، يبقى دي سلسلة. تمام. لو لقيت ان فوق السلسلة دي معمول حرف تي كده، يبقى انا الصف الثاني على طول هعمله نصف عمود، ده الشكل اللي عندي. لو انا لقيت كده يبقى انا عندي عمود بلفة، عمود بلفة. تمام. لقيت كده سلسلة وهنا شرطة كده حرف تي في شرطتين، يبقى انا فوق السلسلة دي هعمل عمود بلفتين، وهكذا. طبعا الموضوع جميل جدا، ما هوش صعب ولا حاجة، وسهل جدا. احنا طبقنا دول في الدرس الاول، تعالوا نشوف نموذج لباترون ونطبقه مع بعض لوحدة بسيطة جدا على شكل قلب كده. ممكن نستخدمها قاعدة للمج او لكوباية الشاي على المكتب، جميلة جدا وشكلها رائع وبسيطة جدا، وهنطبق فيها الغرز اللي احنا اخدناها مع بعض النهاردة كباترون وخدناها قبل كده كشغل. تعالوا نشوفها مع بعض، نفذها مع بعض. عبارة عن جزء على شكل قلب، انا ممكن اعملها قطعة واحدة واخليها قاعدة مثلا لكوباية الشاي او المج بتاعي على الترابيزة وانا بشتغل. هو عبارة عن جزئين، جزء عبارة عن مربع، والمربعات دايما بنسميها مربع جراني، وجزء اللي بعد كده اللي بنكمله نصف دايرة هنا ونصف دايرة هنا عشان تديني شكل القلب. طبعا واضح اهو، لو انا هقرا كده الباترون ده حرف تي عليه لفتين، يبقى ده عمود بايه؟ بلفتين. ده عمود بلفة واحدة، دي سلسلة، ادي واحدة ادي اتنين. حرف الزائد احنا قلنا دي عبارة عن غرزة حشو. تمام. هنا القطع المثلث الاسود ده اللي في النص كده خالص، ده رمز لغرزة البداية، وحواليه اهو اربع غرز سلسلة، بقفلهم بغرزة صغيرة المظللة في النص دي كده هنا في الطرف اللي هي منزلقة. تمام. الرمز ده اللي هو المثلث الفارغ ده عبارة عن نهاية الشغل، الفينيشنج، يعني اخر غرزة هتكون في القطعة دي. زي ما قلت اهو، لو احنا قرينا مع بعض، دي غرزة الستارت البداية، الفينش السليب ستيتش المنزلقة، الحشو السلسلة، الحشو العمود بلفة، العمود بلفتين. تمام. يلا بينا نطبق الكلام ده ونعمله مع بعض.
ده النموذج اللي احنا هنطبقه دلوقتي مع بعض ونتعلم نعمله ونطبق فيه كل انواع الغرز الخمسة اللي احنا اشتغلناها. تمام، فاحنا هنبتدي اول حاجة بغرزة البداية اهو زي ما قلنا او اتعلمنا اهي، لفة لفة تانية، همسك الخيط كده مكان اللف بعدين اطلع منه غرزة، وانا بطلعه بشد الفتلة يبقى دي غرزة البداية. النموذج ده بيبتدي بأربع سلاسل، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة. بعد الأربعة دول بقفل بمنزلقة. ايه بقى هي غرزة المنزلقة؟ غرزة المنزلقة ان انا ما باخدش لفة وانا نازل، وبدخل في العين دي وبقفلها، اضمهم الاتنين كده مع بعض بغرزة. الغرزة اللي طلعت دي او حلقة السلسلة اللي طلعت عندي دي هي الغرزة المنزلقة، يبقى هي غرزة ما باخدش فيها لفة وانا نازلة ولا لفة وانا طالعة. تمام، بعد كده بنعمل 3 غرز سلاسل ارتفاع. تمام، واروح اعمل على طول هنا ادخل في الدايرة دي بقى اللي انا عملتها الاربعة، وهعمل عمودين بلفة. ادي اول واحد ادي التاني، ودول اول 3 غرز. بعد كده هعمل سلسلتين، واحد اتنين، وهاخد لفة واعمل 3 اعمدة تاني اهو. ادي اول عمود لفة في نفس المكان، اعمل العمود التاني لفة واعمل العمود الثالث اهو، بعدين 2 سلسلة، هعمل 3 اعمدة تانيين في نفس الحلقة اللي انا ابتديت فيها. ادي واحد اتنين، في نفس الدايرة بدخل اهي، 3، فانا عملت اهو 3 اعمدة، 3 3، غرزتين تاني، وبعدين اكمل كمان 3 اعمدة. ادي واحد اتنين، ثلاثة، يبقى انا عندي هنا 4 اركان اهم. ادي 3 بين سلسلتين، 3 سلسلتين، 3، وهعمل سلسلتين عشان اروح للبداية هنا، واقفل في اول 3 سلاسل كانوا ارتفاع عندي بغرزة منزلقة. ادي الشكل في البداية. تمام، بدأ اول سطر كده انا قفلت. تمام، هبتدي الصف الثاني، فانا هقلب الشغل كده اهو، وهعمل 3 غرز، 1 2 3، والمرة دي هنا هعمل 6 اعمدة مش 3 في السلسلة دي كده، في الفراغ هدخل هعمل 3 اعمدة. ادي واحد، طبعا انا بعتبر ان الاولاني ده عمود اللي هو الارتفاع، 2 3، بعدين هعمل سلسلتين، 1 2، وهعمل 3 تانيين في نفس المكان. دي 1 2 3. قصاد دي بقى هنا لما انقل من ركن لركن بعمل سلسلة واحدة واحدة اهي. احول بقى على الركنة التانية، هعمل 6 اعمدة بينهم 2 سلسلة. ادي 1 والعمود العمود الثاني، الثالث، وبعدين خلصت كده. هبتدي هنا بقى اخد دي كمان اهي، هنا 1، وبعدين هبتدي بقى اعمل هنا 12 عمود بلفتين في المكان ده. هنبتدي اهو ناخد لفتين ونروح على المكان ده ونعمل 12 عمود اهو. ادي اول 1 لفتين اهو، عمود بلفتين،
افتكرنا كده مع بعض ازاي بنعمل عمود ولفتين. باخد لفتين قبل ما انزل وانزل في الفراغ اللي انا هعمل فيه او المكان اللي انا هعمل فيه، وكل مرة اطلع حلقة من اتنين اهو تاني اهي. يبقى احنا كده بنطبق مع بعض اللي احنا اتعلمنا، ان احنا عملنا عمود بلفة، عملنا عمود بلفتين، عملنا منزلقة، عملنا حشو. دول 6، لسه فاضل لي كمان 6، هكمل 6 واجيلكم. كده انا خلصت 12 عمود في الفراغ ده. هعمل دلوقتي منزلقة، هعملها فين؟ هاجي هنا اهو واسحبها، تمام. بعد كده هبتدي اخد لفتين واعمل في المكان التاني ده هنا 12 عمود بلفتين. هكرر نفس الدايرة دي عشان يطلع عندي شكل القلب بالشكل ده اهو. ادي اول عمود، كلهم ال 12 عمود عمود بلفتين. هكمل ال 12 واجي لكم. كده انا خلصت 12 عمود بلفتين في الفراغ التاني ده. هبتدي اروح هنا، انا عندي هنا غرزتين سلسلة، هعمل فيهم 2 حشو اهي. ادي واحدة 2، وهكمل حشو لغاية ما اوصل لغرزة البداية، العمود اللي بعده والعمود اللي بعده والعمود اللي بعده. كده انا وصلت غرزة البداية هنا اهي، 3 سلاسل ارتفاع. طلع عندي شكل القلب الجميل قوي ده اللي انا ممكن استخدمه قواعد لكوبايات الشاي عندي. هقطع الخيط واسحبه من الإبرة. كده اهو، وهسحب الخيط بتاعي. كده خلص. هبتدي ادخل ابن هنا واتلف طرف الخيط عشان اعمله تنظيف كده بشكل بسيط قوي اهو. يبقى انا بغرز بسيطه عباره عن الحشو والمنزلقة والعمود بلفة والعمود بلفتين، عملت شكل جميل قوي وطبقته واتدربت على الغرز اللي احنا خدناها مع بعض. المرة الجاية ان شاء الله هنعرف ازاي نعمل غرز مختلفة من الكروشيه بتوليفة من غرز العمود بلفة والعمود بلفتين في درسنا الجاي ان شاء الله. اتمنى لو الفيديو عجبكم واستفدت منه تشيروه لاصحابكم، وخيركم من تعلم العلم وعلمه، مش كده ولا ايه؟ واذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب لباقة افكار.